الحمد لله الامتحان سهل كان، وكان عندنا فرعين واخترنا الفرع الثاني، وكان الامتحان سهل براعي جميع الفروق الفردية. الامتحان سهل بس مش مراعين الظروف وجايبين أسئلة محذوفة هي من سنوات سابقة. يوم كان عندنا امتحان رسم، الحمد لله الامتحان كان سهل كثير بالنسبة لنا، يعني كنا طلاب كهرباء احنا. بالنسبة للتخصصات الثانية ما بعرف كيف، أما إحنا طلاب الكهرباء الامتحان مباشر ما في أي صعوبة. اليوم قدمنا امتحان رسم صناعي بالتكييف والتبريد، أجانا سؤال مكون من سؤالين الامتحان، سؤال اختياري وسؤال إجباري. السؤال الاختياري أجا فيه فرع محذوف مش موجود معنا بالكتاب، هسا إحنا انجبرنا كليتنا نحل سؤال ثاني. بس الحمد لله قدمنا منيح، الامتحان سهل، الحمد لله رب العالمين.